يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. تحياتي لحضراتكم. مبروك طبعا فوز امبارح في مواجهه مصر المقاصه في كاس النسخه الجديده. وانا عارف انه يمكن اغلب الناس ممكن ما تكونش مبسوطه حتى وفرقتنا كسبانه ومكمله المشوار، وعارف بشكل كبير جدا انه حتى وانت بتتابع كل ماتش الماتشات النادي الاهلي قلبك مع الفريق وبتشجع، يمكن تكون مش راضي قوي عن الاداء، يمكن تبقى حاسس ان في اوجه قصور، او حاسس انه مش ده الاهلي وده مش مستوى الاهلي. قلبك مع الفريق وعايزه يكسب وعايزه يكمل المشوار على الاقل عشان نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه في الموسم ده. لكن الاكثر من يعني من الجماهير او القاعده العريضه اكثر من الجماهير عقلها مشغول باسئله كثيره جدا مرتبطه باللي جاي. مهم طبعا نحاول نفنش وتحاول الفرقه انها تاخد بطوله الكاس، ولكن حتى لو خدنا بطوله الكاس وحتى لو فنشنا الدوري بشكل كويس، اعتقد انه مش دي هتكون الاجابه على السؤال، مش دي هتكون الاجابه على حاله القلق، حاله العلامات الاستفهام اللي موجوده عند كتير قوي من جماهير النادي الاهلي والمرتبطه بشكل كبير جدا بالاهلي في الموسم اللي جاي. اسئله مرتبطه بتراجع مستوى النادي بشكل كبير او مستوى عدد كبير جدا من اللاعبين. خدوا بالكم الاهلي عشان برضو رغم الغيابات الكبيره طبعا والمؤثره ما فيش شك، نتكلم على لعيبه اغلبها مفاتيح لعب، غياب اتنين من هدافين النادي الاهلي على الاقل الموسم ده، قفشه وعلي معلول، غياب عدد كبير جدا من اللاعبين الاساسيه نتيجه اصابات او اجهاد او الى اخره، لكن في النهايه سكواد الاهلي اللي موجود مليان نجوم، محدش قادر ينكر انه كلها لعيبه من العيار الثقيل. بنتكلم على علي لطفي وواحد من المجيدين، ما اقدرش الحقيقه احمله اي مسؤوليه، واحد من الناس الحقيقه لما الطلب اتقدد بشكل محترم جدا. محمود متولي لعيب كبير، عبد المنعم لعيب كبير، ربيع نفس الحكايه، هاني، ديانج، حسام حسن، صلاح محسن، هنتكلم لعيبه كتيره. صفقات كانت مهمه جدا في وقت من الاوقات والصفقات اللي دفع فيها كتير، فبالتالي فكره انك انت بتلعب بالشباب لا، دي مجرد تطعيمات. وحتى الشباب اللي ظهر منهم اعتقد ان هم اجادوا، سواء كنت بتكلم على زياد او كنت بتكلم على اشرف كباك شمال، لا الحقيقه الولاد مقدمين شغل كويس، لكن اجمالا مش هو الاهلي. يعني خلينا نتفق بمنتهى الصراحه والكلام ارتباطا بما هو قادم، ارتباطا بمصلحه النادي الاهلي اللي كلنا متفقين، سواء كنا بنتكلم على اداره، لعيبه، جهاز فني وجمهور، في المقام الاول والاخير عايزين نشوف الاهلي ونطمن على الاهلي في موسم جديد يكون رجع لمستواه المعروف، وخصوصا ان الموسم اللي جاي هو الاعداد الحقيقي لنسخه جديده من المسابقات، سواء كنا بنتكلم على السوبر ليج في افريقيا او كنا بنتكلم على شكل جديد لكاس العالم للانديه. هو ده المهم، ده بقى مرتبط بجهاز فني بقياده ريكاردو سواريش، مرتبط بميركاتو قوي، مرتبط بعدد كبير جدا من اسماء اللاعبين اللي عليهم علامات استفهام وعلى تراجع مستواهم، وهل يستطيعوا ان هم يرجعوا ويكملوا ولا من دلوقتي نفكر في بدائل. على كل الاحوال اسئله كتيره جدا مش مرتبطه بس بماتش المقاصه بتاع امبارح، ولا مرتبطه بماتش ايسترن كامباني اللي هنلعبه كمان 48 ساعه، لكن مرتبطه بالمرحله، طبيعه المرحله واسئله اللي بتدور في عقول جماهير النادي الاهلي نحاول ان احنا نجاوب عليها. هنجاوب على جزء منها على قدر استطاعتنا في حلقه النهارده من السادسه. وقبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. كلهم كل اسماء حضراتكم شفتوها دلوقتي اصحاب حلول. خدوا بالكم في فرق كبير جدا بين تقييمك لمستوى الاداء وانت بتقيم اداء فرقه وبين تقييمك لمستوى النتائج. يعني اداء الاهلي على فكره في الفتره الاخيره دي ورغم الغيابات دي كلها ورغم الاجهاد، الكلام اللي انتم بتسمعوه يعني من ثلاث مواسم فاتت، ورغم الغيابات الا انه اداء الاهلي على مستوى الارقام يعتبر كويس جدا، يعني يعتبر كويس جدا على مستوى ارقام المرتبطه بمعدلات الاداء. لا، في الملعب مجهود كبير مبذول، في نسب استحواذ، في اعتقد الاخطاء قلت بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، في ضغط تقريبا شبه مستمر على كل الفرق اللي احنا واجهناها، لكن النتيجه هي اللي ممكن تكون عليها كلام. يعني ترجمه ده فك شفره الفرق الفريق اللي قدامك، خصوصا لو كان بيلعب بفكره تكتل دفاعي، واغلب الفرق في الماتشات الاخيره الاهلي كانت بتلعب بتكتل دفاعي عنيف، فك الشفره دي مرتبط بقى بترجمه الارقام دي كلها على مستوى الخطوره والتسجيل. الحلول هي دي علامه الاستفهام بيتهيألي اللي على مستر ريكاردو سواريش
وعلى شركة النادي الأهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط إذا ما استمرت في عملها بالتنسيق مع شركة الأهلي لكرة القدم إن هم يجاوبوا عليها، لأنه الحلول عندنا فيها مشاكل. الخطورة المفترض في فريق زي النادي الأهلي يبقى عنده في الملعب 4 5 لاعبين في مراكز مختلفة بيكونوا مصدر خطورة، بحيث لو 1 أو 2 عطل 2 أو 3 يقدروا يتعاملوا، ده اللي احنا مفتقدينه. وبالتالي انت مش قادر تترجم أرقامك واستحواذك ومحاولاتك وعرضياتك وتسديداتك، مش قادر تترجمها لأهداف. امبارح في مباراة المقصة، والمقصة طبعا فريق يعني خلاص رايح درجة تانية، أرقامه سيئة جدا على مدار الموسم، أنت سجلت هدف بـ 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 بعنصر التوفيق، يعني لولا الغلطة الفادحة من مدافع المقصة وإنه لمس الكرة بإيده كان ممكن المباراة تروح لسيناريو محدش عارف إيه تفاصيله. في النهاية هي قصة الحلول، قصة عناصر الخطورة، هو ده اللي احنا يمكن حابين كمان نتكلم فيه النهاردة. على كل أحوال مباراة إيسترن كومباني مع كابتن علاء عبد العال، طبعا واحد من يعني الماسترز في الكره الدفاعيه والتكتلات، نتوقعها مباراه دفاعيه بعنف. بس خلينا نروح طبعا نطمن على تمرينه الفريق النهارده. زميلنا كريم احمد موجود في نادي الاهلي في الجزيره وتابع يعني جزء من تمرينه النادي النهارده، تمرينه الفريق، ويقدر ينقل لنا اخبار استعدادات الاهلي طبعا لمواجهه ايسترن كومباني. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه، وتحياتي ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. يعني كل مباراه النهارده بنبص عليها مش بس عشان تحقيق المكسب، لكن كمان عشان الناس تطمن انه الجهاز الفني ابتدى يكون ليه بصمه، اللعيبه ابتدت على الاقل اللي موجوده في الملعب النهارده، سواء اللي كانوا بعيدين عن الصوره او الشباب الصغير اللي تصعد وهيكمل معانا بقيه المشوار لنهايه الموسم، ابتدوا يستغلوا الفرصه. ويعني الى حد ما كنت بتكلم قبل ما تدخل معانا على الهواء على طول انه في حاجات كتير ايجابيه ممكن تكون حاصله، يمكن تكون مش هي اللي بترضي طموح الجماهير بشكل كامل، لكن خلينا نقول خلينا ناخد او نبني خطوه بخطوه. ماتش ايسترن كومباني واستعداد النادي الاهلي ليه، كلام على رجوع بعض الوجوه، هل ممكن يكون في امكانيه لمشاركه حد زي احمد عبد القادر، حد زي كوكا، لانه على حدود معلوماتي برضو ان هم جاهزين للمشاركه في التمرين بشكل كامل، نعرف منك التفاصيل. بالتاكيد طبعا زميلي احمد، انت عارف يعني نقدر نقول المباراه الماضيه كانت مباراه غايه في الصعوبه، مباراه الكاس فيها هذه الامور، يعني يمكن احنا الحمد لله ان احنا تخطينا هذه المباراه رغم كل الظروف اللي كانت طبعا محيطه بسيناريو المباراه، يمكن يعني ظروف كثيره جدا طبعا في هذه المباراه. كان خلاص كالعاده نادي الاهلي بيقفل الصفحه برغبه جديده بدوافع كبيره جدا في بطوله الدوري العام، لان احنا بنطالب اللاعبين طبعا شباب النادي الاهلي بالاستمراريه على الاداء المميز الحقيقه اللي شفناه في المباراتين، طبعا مباراه الاتحاد ومباراه المصري، يعني ادائهم كان مميز جدا بسكور بنتيجه، شفنا الحماس والشخصيه، بنتمنى الاستمرار في هذا الامر. لكن برضو زميلي احمد يعني الضغط كبير جدا، ويمكن انت ذكرت الكابتن علاء عبد العال واحد من اميز الحقيقه المدربين اللي عامل اداء مميز جدا في الاسابيع الاخيره، بيتكتل دفاعيا بشكل كبير، بيغلق مساحات، بيلعب على الهجمات المرتده، فبيتطلب منك كجهاز فني مجهود اكبر، ازاي تقدر تحل الثغرات، علاج الاخطاء وبناء فكر، وان انت تحفظ جمل في ظل ضغط كبير جدا 24 ساعه النهارده ريكفري. يعني اقدر اقول لك النهارده التدريب كل اللعيبه اللي شاركت كالعاده طبعا بتعمل ريكفري كالعاده في طبعا داخل كل الغرف طبعا داخل النادي الاهلي، المجموعه اللي متواجده بتحاول ان هي مستر كارلوس وارش بعض الامور الخاصه بيه، الكوره، بعض التمركزات، الراجل بيحاول يحفظ بعض الجمل، لكن في نفس الوقت انت محتاج ان انت تشتغل مع المجموعه اللي اخطات في المباراه الاخيره، اللي تمركزت في المباراه الاخيره، فيمكن في صعوبه شويه، لكن رهننا كالعاده على كل اللاعبين اللي يكون متواجد مكان مش مكانه، مركز من مركزه، لابد ان انت تبذل كل ما عندك من قوه وتبين لجمهور النادي الاهلي ان في روح واصرار وشخصيه، لكن توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، والنتيجه بتترك في النهايه. فمباراه إيسترن كومباني مباراه مهمه، مباراه صعبه، محتاجه مجهود كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. تدريب النهارده يمكن اقدر اقول لك مستمر حتى هذه اللحظه، التدريب يمكن مش هيعدي طبعا 60 دقيقه، لان انت عارف طبعا المجهود الكبير في المباراه الماضيه، النهارده تدريب، بكره يكون تدريب رئيسي. المؤشرات الايجابيه اللي احنا بنقول عليها ان احنا شفنا الحقيقه كوكا عبد القادر بيأدوا اداء مميز جدا في التدريبات اللي كانت قبل المباراه، في تدريب ايضا كمان النهارده اكرم الحقيقه كمان يعني دوره مهم جدا، لكن في تأني كبير، اتكلمنا على اكرم توفيق، في تأني كبير جدا على اكرم توفيق
بتدافع بيه، الراجل عايز متعطش بشكل كبير، عايز يساند النادي الاهلي في هذه المرحله بقيمته الكبيره وبشخصيته وبروحه الكبيره اكرم توفيق. لكن يعني من الواضح ان اكرم ممكن ياخد اخر مباراه في بطوله الدوري العام او اخر جزء من مباراه في بطوله الدوري العام للاطمئنان عليه، لان القادم يكون بالنسبه له مفيد جدا. لكن بنتمنى ان شاء الله مع نهايه المران كوكا وعبد القادر يأدوا تدريب قوي بكره كمان يظهروا بشكل جيد، على امل ان شاء الله يكونوا في قائمه مباراه الاهلي وايستر كامباني اللي يكون ان شاء الله يوم الاربعاء في الجوله 31 على استاد المقاولون العرب. الامور طيبه لكن بنلتمس العذر لكل اللعيبه الحقيقه في الضغط الكبير جدا، وبنطالبهم في نفس الوقت زي ما الجمهور بيطالب بالاداء الكبير وبالاستمراريه، لان هو ده مستقبل النادي الاهلي. محتاجين ان احنا نشوف اللعيبه دي نطمن بيها الجمهور، وفي نفس الوقت الكل يكون مطمن ان احنا عندنا لعيب واثنين وثلاثه في قطاع الناشئين نقدر نطلع منه عدد كبير. حيينا الحقيقه كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين على مجهوده الكبير الفتره الماضيه والتواصل المستمر مع كل اللعيبه، لان كابتن خالد بيبو يمكن واحد من القامات الكبيره جدا وعارف قيمه النادي الاهلي وشخصيته وازاي يقدر يحفز كل اللاعبين المتواجده. فيا رب ان شاء الله يوفق شباب النادي الاهلي في كل المباريات القادمه وتكون انطلاقه جديده في استعاده الانتصارات في مباراه ايسترن كامباني القادمه ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده. والحقيقه انا بشوف انها يعني برده باكد تاني فكره انه بيتهيألي انه يمكن ده يبقى حاصل في ماتشات الكاس، لان فكره النوك اوت دي او خروج المغلوب شويه بتمثل ضغط على اللعيبه وبيبقى فيها قلق وتوتر الى حد ما بيأثر على سيناريو المباراه، ونلتمس ليهم ده في مباراه المقصه امبارح. لكن انا زي ما قلت لكم على مستوى الاداء، لا اخر سبع ماتشات للنادي الاهلي في حاجات كتيره جدا اتطورت، وهنتكلم فيها طبعا مع نجمنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح. خليني نرصد مع بعض، يعني زي ما بنشوف او زي ما بنطالب بجمهور ان الاهلي يبقى في احسن صوره، انا ما عنديش شك انه الناس اللي حتى ممكن تبقى غضبانه او بتنتقد او مش راضيه باي شكل من الاشكال وبتعبر عندها حتى لو كان التعبير ده بعنف، يعني انا طبعا يعني قصه السوشيال ميديا بالنسبه لي ما هيش مقياس. انا عارف انه الجماهير مش موجوده في المدرجات، وده الى حد ما ممكن يكون الويندو الوحيده اللي من خلالها هيقدروا يعني يتكلموا ويعبروا عن رايهم، لكن حتى الناس دي حسسني طبعا اللجان الالكترونيه بجيبهم من بعيد، لكن انا بتكلم على الجمهور العادي بيعمل ده عشان بيحب النادي الاهلي وبيغير على فانيله نادي الاهلي وقلقان عن النادي الاهلي وعايز يشوف النادي الاهلي احسن نادي في الكون. يعني هو اتعود او اتربى على الفكره دي، الاهلي دايما احسن حاجه في الدنيا، فبالتالي لما بيبقى فيه شويه في دروب بيبقى فيه تراجع، بس صدقوني التراجع ده منطقي جدا جدا عشان ما نظلمش نفس اللعيبه دي. يعني انا مش هاخدكم لاتنين افريقيا واتنين سوبر واتنين برونزيه، يعني الكلام ده انتوا حفظتوه وممكن تكونوا كمان زهقتوا منه شويه، رغم ان في انديه ما شافتش بطوله افريقيا دي يعني من سنين طويله قوي وجماهيرها ما فقدتش الامل، بس ها الاهلي عودنا على كده ومستنيين نشوفه كده وطمعانين في انه واللي جاي ده، يعني احنا ما بنقولش ان احنا بنستنى الاهلي سنين، يعني انت بتقعدش تستنى الاهلي سنين عشان يرجع. الاهلي في اخر ست نسخ وصل خمسه نهائي، فالاهلي الحمد لله بيقدر يقوم بسرعه وبيقوم اقوى من الاول، وده اللي احنا بنتكلم فيه كلنا ومتفقين عليه كلنا، سواء كنا بنعبر عن ده بهدوء وبنتروى كده في اصدار الاحكام سواء على اللاعبين او على الجهاز الفني او حتى لو بنعمل ده بعنف، لكن في النهايه خلينا نبص او نقف على الارضيه المشتركه، احنا عايزين الاهلي ازاي بدايه من الموسم اللي جاي. وبشوف ان فتره كويسه جدا الفتره دي، مفيش ضغوط على الجهاز الفني ومفيش ضغوط على اللاعبين، وفي لعيبه كتيره جدا عندها الدوافع والحوافز اللي ممكن تشتغل عليها، يعني لعيب زي متولي، لعيب زي محمد محمود، فرصه جت امسك فيها بايديك واسنانك، واحنا ما عندناش شك او على الاقل انا ما عنديش شك انه لعيب زي متولي او لعيب زي محمد محمود كاليبر الاهلي، يعني اللعيبه دي الكرايتيريا او مواصفاتها لعيبه اهلي ومشيتها ومشت اهلي، واللعيبه اللي طالعه من تحت زياد طارق اشرف كوكا ما كانتش هيجيلك الفرصه دي على طبق من ذهب لو الاهلي النهارده في احسن احواله. يعني احنا لو واصلين النهارده لنهايه الموسم بنفس البرفورمانس او بنفس مستويات الاداء نفس الكيرف اللي ابتدينا بيه الموسم، ما كانش حد من دول هيبقى عنده فرصه مشاركه عشان نتكلم بمنتهى الصراحه. فالفرصه جات لك على طبق من ذهب، واعتقد انه كمان مع عوده المصابين، نتكلم على اكرم توفيق، بنتكلم على عمار، وبالمناسبه عمار خليني اقول لكم انه بيخضع خلال الايام اللي جايه لبعض الفحوصات الطبيه عشان يتم تقييم مدى استجابته للبرنامج التاهيلي اللي اتحط له عشان يتعافى من جراحه الرباط الصليبي، طبعا اعتقد كان اصيب بيها تقريبا في بطوله كاس العالم او خلال مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم.
فعلا في يعني في خلال فبالتالي عمار واحده من الاوراق اللي افتقدناها بشده الموسم ده، اكرم توفيق من الاوراق اللي افتقدناها بشده الموسم ده، وبالتالي لا في اوراق جايه مهمه جدا راجع، وفي لعيبه اعتقد انه الراحه السلبيه قرار مجلس اداره انه يريح لعيبه زي علي معلول وزي الشناوي وزي كانوا محتاجين ده، لعيبه كانت بقى لها 3 سنين ما بتعملش حاجه في الدنيا غير مشاركات بطولات سفر طيران راي معسكرات، فطبيعي جدا شيء فوق طاقه البشر. نتمنى انه الفتره الراحه السلبيه وكمان الفتره اللي هي الرسميه بعد انتهاء الموسم تكون مساحه ان هم يستعيدوا فيها جزء نفسهم، ياخدوا نفسهم ويستعيدوا جزء من لياقتهم الذهنيه والبدنيه عشان نبدا موسم جاي. والميركاتو طبعا يعني احنا بنتكلم على ميركاتو مفترض ان شاء الله او منتظر يكون تاريخي، يعني يكون الاول من نوعه، خصوصا انه كمان السنه دي او الموسم ده هو موسم تولي شركه الاهلي كره القدم المسؤوليه، وبالتالي نتمنى ان شاء الله انه يلقى يعني قبول ويكون واحد من مصادر الراحه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي قبل ما نخش ما ندخل ونبدا موسم في منتهى الأهمية. فاصل ونرجع لحضراتكم. وانت عايز ايه من الهداف غير ان هو يكون خطير وفعال ومهاري حريف كرة يعني؟ والهداف عايز ايه غير انه يلعب الاثنين من اهم واكبر الانديه على مستوى العالم زي ريال مدريد وبرشلونه؟ هو بالتحديد ضيفنا في السادسه الفونسو بيريز، طبعا نجم المنتخب الاسباني ضيفنا في السادسه. بدايه طبعا نرحب بيه على شاشه الاهلي ونشكره على ظهوره معنا في السادسه. اهلا وسهلا بيك. اولا اهلا وسهلا، سعيد للغايه بتواجدي معكم. يعني بدايه خليني اسالك واحنا على اعتاب بدايه موسم جديد او موسم بدا بالفعل، مين اللي تتمنى انه يحقق لقب الليجا السنه دي، ريال مدريد ولا البارسا؟ حسنا، بشكل شخصي أتمنى فوز ريال مدريد على الرغم من أنني لعبت للفريقين، ولكني خرجت من ناشئي ريال مدريد، تربيت في ريال مدريد. أعتقد أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر حظوظا للفوز بلقب الليغا ولقب دوري الأبطال، الفريق الذي فاز بلقب دوري الأبطال الأكثر فوزا بلقب دوري الأبطال في إسبانيا و الدوري الليغا. اعتقد انه الفريق الذي يمتلك الحظوظ الاكبر للفوز. يبقى في الحاله دي ابارك لك على موسم اعتقد انه كان ناجح جدا على مستوى الالقاب لريال مدريد، تحقيق تشامبيونز ليج، ليغا اسبانيا، واخيرا طبعا السوبر الاوروبي. ولكن هل تتفق مع بعض جماهير الريال بالمناسبه اللي شايفه انه ريال مدريد بيعاني وان المعاناه دي ممكن تستمر وتؤدي لفقدانه الالقاب في الموسم المقبل، وخصوصا طبعا مع الميركاتو القوي اللي قام بيه الغريم التقليدي برشلونة؟
حسنا، نحن ما زلنا في البداية. الريال لعب مباراة واحدة فقط في الليغا، لا دون أدنى شك هناك مباريات كثيرة في الليغا. برشلونة بالطبع دعم صفوفه بصفقات كبيرة، ولكني أعتقد أن هناك عام يتبقى على البطولة، وأعتقد أن الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم حاليا، يضم لاعبين كبار. هناك تطلعات كبيرة من ريال مدريد في كل أنحاء العالم ليس في إسبانيا فقط. سنرى ماذا سيحدث، ولكن أعتقد أن الوقت لا يزال صغير على الحكم على من سيفوز. أتمنى أن ما سيحدث في هذا العام ما حدث في العام الماضي، وأن يفوز الريال بلقب الليغا، وهذا هو الأهم. رغم تحقيقه للقب الليغا، لكن كثير من الآراء كانت بترى أنه ده الابتعاد برشلونة عن المنافسة، وحتى تحقيقه للقب تشامبيونز ليج اتى بمعاناه، عانى امام تشيلسي، عانى امام البي اس جي، عانى امام السيتي، وعانى كمان امام ليفربول. كتير من الاتهامات موجهه لاداره الريال انها لم تقم بميركاتو قوي لتدعيم صفوف ريال مدريد. هل بتتفق معاهم، وهل يحتاج الريال الى صفقات لتحقيق الالقاب، ولا بترى انه انشيلوتي قام بعقد صفقات كافيه من وجهه نظرك؟ حسنا، أعتقد أن ريال مدريد لم يقم بصفقات كبيرة على مدار عامين تقريبا، لم يستقطب لاعبين كبار. أعتقد أن الريال يجب عليه أن يضم اللاعبين أفضل. أعتقد أن النادي يصرف أموالا طائلة، ولكني أرى أنه يجب أن يصرف الأموال على اللاعبين من أجل أن يفوز بالألقاب مثل الليغا ودوري الأبطال والسوبر الأوروبي كما حدث. يجب أن يكون هناك صفقة كبيرة مثل إمبابي أو هالاند، ولكن في النهاية ماليا أعتقد أنه على المستوى الرياضي أن ريال مدريد بحالة جيدة، فاز بدور الأبطال في الموسم الماضي، مر بتجارب كبيرة صعبة أمام باريس سان جيرمان وأمام ليفربول وأمام تشيلسي، ولكن في النهاية العقلية الانتصارية للريال مدريد ليست موجودة في أي فريق آخر. من يلعب في ريال مدريد ويرتدي هذا القميص لا يستسلم أبدا ويقاتل حتى النهاية. في أي لاعب يدخل ريال مدريد فعقليته تتغير بشكل تماما عن أي فريق آخر، وفي النهاية قام باستثمار رائع في الملعب فيما يتعلق بالأمور الخارجية في الملعب والتحديثات، ولكن الأهم هو ما يحدث داخل الملعب، أن تمتلك لاعبين كبار. ولكن حسنا هذا العام كنا ننتظر أكثر من استقدام صفقات بأسماء كبيرة، ولكني أعتقد أن كان الأفضل على العكس تماما. يمكن نجحت إدارة البارسا بقيادة لابورتا وتشافي في عمل ميركاتو أو موسم انتقالات غير مسبوق، عدد كبير من الانتدابات المهمة. هل في ظنك أنه الأسماء اللي انتدبها أو انتدبتها إدارة البارسا قادرة على إعادة برشلونة للمنافسة من جديد، مش على لقب الليجا ولكن على لقب الشامبيونز ليج؟ حسنا، إذا تحدثنا عن برشلونة هناك أمر واضح. نحن نتحدث عن أن البارسا صار عكس اتجاه ريال مدريد، استثمر أكثر في صفقات اللاعبين، استقدم لاعبين جيدين، ولكن هناك ديون في النادي على مدار 20 عاما، والأمور المالية ليست على أفضل ما يرام. بالمقارنة بريال مدريد الأمر يختلف تماما. لقد تعاقد نعم مع لاعبين كبار مثل ليفاندوفسكي
لاعب كبير ومهاجم أيضا رائع، ولكن عانى كثيرا وقام بعمل كبير من أجل استخدام لاعبين بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها. هناك ديون كثيرة في النادي على مدار العشرين عاما الأخيرة، هناك أيضا أموال كثيرة خارج النادي، النادي يقوم بصرف أموال كثيرة، ولكني أعتقد بسبب الإدارة السيئة في السنوات الماضية إدارة برشلونة كانت تدير الأمور بشكل سيء، كانت هناك مشاكل كبيرة. بالكلام عن برشلونة يمكن أرجع للفترة اللي كنت بتلعب فيها في الملعب وأفتكر أو أذكرك باتنين من أهم الأسماء اللي كانوا أصدقاء ليك في ملعب في فريق برشلونة، بيب جوارديولا ولويس إنريكي. هما اتنين دلوقتي من أنجح المديرين الفنيين، جوارديولا مع السيتي وإنريكي مع منتخب أسبانيا. هل تعتقد أن الموسم ده جوارديولا قادر على التتويج بلقب تشامبيونز ليج مع السيتي، ولويس إنريكي قادر على قيادة منتخب لاروخا في بطولة كأس العالم لمنصة التتويج؟ أعتقد أن الاثنين مدربين كبيرين لقد زاملتهم في الملعب في برشلونة وفي ريال مدريد والمنتخب الإسباني أيضا. جوارديولا في المان سيتي يقدم عملا كبيرا، كرة قدم جميلة على الوجه العام بشكل عام، فريقه يقدم كرة قدم رائعة وتعجبني بشكل شخصي. ولويس إنريكي حافظ على مستوى نجاحات الكرة الإسبانية في السنوات الأخيرة. أعرف فلسفة إنريكي جيدا التي يريد أن يطبقها في الملعب مع لاعبين والإمكانات الفنية التي يمتلكها. أعتقد أنه سيكون له دور كبير في المونديال. مين أفضل لاعب إسباني من وجهة نظرك في الوقت الحالي؟ لا أعلم، لا يمكنني أن أقول لك أن هناك العديد من اللاعبين الجيدين وبشكل خاص اللاعبين الشباب. الاهتمام في الوقت الحالي ينصب على اللاعبين الصغار. لا أعتقد أن هناك لاعب بارز في الوقت الحالي. أعتقد في بوجه عام في ريال مدريد وبرشلونة الاهتمام أكثر في الوقت الحالي، وفي ريال باتيس أيضا هناك لاعبين كبار وصلوا إلى المنتخب الإسباني في الوقت الحالي وبانتظارهم. ألفونسو بيريز، طبعا كل التوفيق للكرة الإسبانية والمنتخب الإسباني في كأس العالم. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا في السادسة واحد من نجوم الكرة الإسبانية والريال القلائل اللي لعبوا طبعا لريال مدريد والبارسا الغريمين التقليديين في اسبانيا. السادسه متواصل مع حضراتكم بس بعد الفاصل. هي دي تحديدا واحده من الايجابيات اللي محدش يقدر ينكرها، تطور اداء الاهلي دفاعيا. حتى لو انت ما كنتش عايز ده، يعني انت محتاج تدور على تطور اداء الاهلي هجوميا، هو دي الحاجه اللي الناس عايزه تفكر فيها. لكن دي حاجه من الحاجات كمان اللي تتحسب لمستر ريكاردو سواريز، لانه بفتكر كويس جدا انه معدل دخول الاهداف في شباك النادي الاهلي طول فتره تولي مستر موسيماني كان مبالغ فيه، كان علامه استفهام كبيره جدا. مش ده الاهلي اللي بيستقبل او بتستقبل شباكه والعدد ده من الاهداف. لكن لما تبص لاخر سبع ماتشات، الاهلي الجونه، الاهلي والمقاصه في الدوري، الاهلي المقاولين، الاهلي فاركو، الاهلي الاتحاد السكندري، الاهلي المصري، والاهلي والمقاصه ثاني في الكاس، ولا هدف استقبلته شباك النادي الاهلي. وده ياكد على انه حراسه المرمى في النادي الاهلي بخير، ومدافعي النادي الاهلي رغم غياب عدد اساسي منهم، يعني ايمن اشرف اساسي طول الفتره قبل فتره الراحه مش موجود، ياسر ابراهيم مش موجود، بدر بنون مش موجود، ورغم كده الاهلي شباكه نظيفه في اخر سبع ماتشات. وفي نقاط تانية ايجابيه بالتاكيد هتكلم فيها واحاول واكد مره تانية، لانه تهيألي كل الاهلاويه الفتره الاخيره دي وهم بيتابعوا ماتشات الاهلي مخهم مقسوم نصين، نص بيتابع الماتش وبيتفرج عليه، ونص بيقول هنعمل ايه في اللي جاي. وده اللي هسأله طبعا لنجمنا وضيفنا النهارده اللي بيشرفنا في السادسه كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير احمد، سعيد دايما بوجودي معاك، وطبعا سعيد دايما بوجودي في قناتنا وفي بيتنا النادي الاهلي. منورنا دايما. ربنا يخليك، فعلا ببقى سعيد جدا امام جمهورنا وجمهور النادي الاهلي تحديدا في كل الوطن العربي. مش عايز اقف معاك في التفاصيل، عايز اقف معاك في المرحله. يعني انا كنت لسه بقول لك حتى فاصل، مش عايز اقف قوي عند ماتش امبارح،
لكن عايز اقف معاك عند المرحله دي، ما لها وما عليها، وازاي نعدي منها لانها صعبه، صعبه على الجهاز الفني جدا، صعبه على اللاعبين اللي موجودين في ارض الملعب واللي هيكملوا المشوار لاخر الموسم لوحدهم، يعني صعبه على الجمهور اللي مش راضي قوي عن الموسم ككل وعن الاداء بشكل يعني معين في الفتره صحيح. الاخيره وصعبه علينا احنا كمان واحنا بنحاول نعدي الموسم ده باقل خساره ممكنه وعينينا على موسم جاي استثنائي ومهم جدا بالنسبه لنا. نظرتك او تقييمك للمرحله دي اهم وابرز النقاط الايجابيه فيها واهم وابرز النقاط السلبيه يا كابتن عاشور؟ بالتاكيد مرحله صعبه جدا، يعني مرحله زي ما تفضلت وقلت يا احمد صعبه على كل الجهات، يعني سواء مجلس اداره او جهاز فني او لاعبين جمهور النادي الاهلي. مرحله الاحلال والتبديل مش هقول اتاخرت، ولكن يعني ممكن ما تكونش تمت بشكل سليم وصحيح لدرجه انه تكفي انه يكون الروتيشن اللي موجود في الاحلال والتجديد يكون بشكل سليم فتكمل مشوارك وتكمل نجاحاتك. يمكن عمليه الاحلال والتبديل مع مستر موسيماني في الفتره اللي تم فيها تجديد الدماء والتعاقدات اللي تمت ما كانتش بنسبه كبيره ناجحه، بدليل انه يعني ما استفدناش بشكل كبير من بعض الصفقات اللي جت نتيجه اصابات، نتيجه عدم توفيق، نتيجه سوء مستوى. ولكن عايز اقول ان مستر سواريش الحقيقه في موقف لا يحسد عليه، موقف صعب جدا، وانا بحيي جرأته وشجاعته انه يعني تقبل انه يتواجد في ظل ظروف صعبه لفرقه النادي الاهلي، اصابات كتيره جدا يا احمد، ضغط بدني غير طبيعي موجود، وده ظهر على كل منتخباتنا. يعني لو فاكر الفتره اللي فاتت منتخب مصر القومي، منتخب مصر الاول طبعا، منتخب مصر الاولمبي، المنتخبات دي فشلت في تحقيق المطلوب منها، ففتره اجهاد غير طبيعي لكل اللاعبين المحليين، وطبعا على راسهم النادي الاهلي، لانه يعني اكتر قوام موجود في منتخب مصر هو او هم لاعبين النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي. وبالتالي الفتره دي كانت صعبه جدا جدا ان مدير فني يقبل انه يتواجد في ظل كل هذه الظروف، ضغط مباريات كبير جدا، تلاحم مواسم، اصابات كتيره جدا جدا للاعب النادي الاهلي، تحسب ليه انه عنده الجراه واتخذ القرار انه يتواجد. هل هيقدر في ظل الظروف الصعبه دي؟ وخلي بالك ان كرة القدم فيها توفيق وعدم توفيق، صحيح مش بنسبة كبيرة ولكن موجود، انه بتبقى ماشي، ممكن الأداء سيء ولكن بتفوز بتكسب وتفضل متواجد على منصات التتويج. للأسف الشديد النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بس خلينا نتفق على حاجة، اتفضل. يعني ونرجع بالذاكرة كده، يعني جمهور الأهلي، وأنا كنت لسه بقول لك أو إن يعني دردش مع بعض، جمهور الاهلي دايما عايز اثنين، يعني يعني هات له بطولات زي ما تجيب له صحيح. وتلعب له كره تجاريه، انا اسف يعني في لعبه، مش في لعبه تجاري، مش في حاجه تكسب، عايز خلاص. لكن جمهور الاهلي مش كده، جمهور الاهلي عايز فرقه تمتعه كره كمان، عايز فرقه لما تواجه مطبات، تواجه تحكيم ممكن ياثر ما تفرقش معاه، لما تواجه تكتلات دفاعيه، لما تواجه جدول مسابقات، لما كل ده ولا يفرق معانا، عندي سكواد يلعب في اصعب الظروف وفي اقصاها ويحقق الفوز باريحيه لانه امكانياته تؤهله لده. صحيح. طيب احنا في ظل الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول حققنا تقريبا 12 بطوله، مش كده؟ مظبوط، 12 بطوله. المفترض يعني ان جمهور النادي الاهلي يكون يعني طاير في السماء، مظبوط؟ ده لو على مستوى النتائج بالبطولات، على البطولات طبعا طاير، يعني انت افضل نتائج على مستوى افريقيا، مستوى المحلي بس كلها في الفترات اللي فاتت، صحيح، مظبوط. يعني المفروض النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي خلاص ما يطلبش حاجه تاني. احنا هنا وانا معاك في كل حلقه كنا بنطبطب على جمهور النادي الاهلي. ليه؟ لانه لا يرضى ابدا الا باداء ونتائج، هو دايما عايز فرقته بتادي بشكل جيد وبتفوز بالبطولات. ده في صعوبه كبيره جدا يا احمد انك تفضل مستمر، طبعا محتاج مجهود غير طبيعي ورهيب جدا جدا من مجلس الاداره انك تحقق النتائج دي في ظل الصعوبات اللي اتكلمنا عليها، ضغط مباريات وعدم انضباط مسابقه وانضمام لاعبين، كل معظم لاعبين النادي الاهلي للمنتخبات. خليني اخد من كلامك ده واسالك حاجه، هل بتشوف انه الدرجه اللي عود عليها النادي الاهلي جماهيره نوصلهم لمرحله انه مفيش رضا غير ان انا على طول
بقت تترجم عند الجماهير وخصوصا الجينيريشن الجديد اللي قاعد على السوشيال ميديا لنوع من انواع القسوه في بعض الاوقات. وده غير طبيعي، ولسه كنت هكلمك في النقطه. يعني في قسوه على يعني موسيماني، في ناس قاست عليه بشكل عنيف، لعيبه النادي الاهلي ونجومه ناس قاست عليهم بشكل دي عنيف. دي نقطه كنت لسه هكلمك فيها احمد، لانها مهمه جدا جدا نحط سبوت كبير جدا عليها. انا عايز اقول لك ان في مرحله من المراحل الفتره الجايه او الفترات الجايه، لو جمهور النادي الاهلي فضل بنفس الشكل والطريقه دي والقسوه اللي اتكلمت عليها، رغم انه الداعم الاول والاخير لفرقه النادي الاهلي، ممكن ما تلاقيش ناس تبقى عندها الرغبه انها تبقى موجوده في النادي الاهلي سواء كلاعب او كمدرب، لانه الضغط الجماهيري والضغط العصبي اللي بيسببه تشجيع جمهور وعصبيته وحبه للنادي. بس ده حق الجمهور يا اشرف. انا معاك، بس الضغط القسوه دي احمد ما بقاش ما توصلش لمستوى القسوه. ليه؟ يعني انا عايز الناس بس تفهم، جمهورنا يفهم، انه طبعا جمهورنا واعي جدا جدا، ولكن لازم يتفاهم نقطة مهمة جدا جدا، ودي المصلحة العامة، انه مصلحة طبعا النادي الاهلي والكيان، انه القسوة احيانا خلاص هتخوف الناس انها تبقى موجودة، انها تبقى موجودة تحت الضغط ده. احنا طول عمرنا بنقول انه اللي بينضم للنادي الاهلي لازم يكون عنده رغبة في التواجد في النادي الاهلي، ولازم يكون عنده قدرة وعقلية منتاليتي انه يقدر يتحمل الضغوط دي. في الفترة الأخيرة ما بقتش ضغوط بس، بقت كمان قسوة، انه لو ما أديتش وحققت النتائج، لا انت هيبقى في قسوه كبيره جدا جدا، ودي بتخوف ناس كتيره. وخلي بالك ان في لاعبين عندهم امكانيات كبيره مش قادره تطلع، مش قادره تبقى متواجده، لانه تحت ضغط عصبي ونفسي كبير جدا جدا. والتخوف او الخوف من اللاعبين ده او من الاجهزه الفنيه ممكن يسبب لنا مشاكل كتيره جدا جدا الفتره الجايه. صحيح انت بتدعم جمهور النادي الاهلي، يعني لا غنى عنه، وهو الدعم الاول والاخير للكيان وللنادي الاهلي، ولكن لازم يكون فيه يعني رأفة شويه، مش عايز اقول رأفة، ولكن عايز اقول انه تشجيع دائم، لان انت بتحقق بطولات، انت في ثلاث اربع سنين 12 بطوله، وده الافضل اعتقد في يعني في سنوات كتيره جدا جدا ما اتحققتش. لما تخسر بطوله، لما يحصل عندك عمليه الاحلال والتبديل، لازم يكون في صبر، لازم يكون في وعي وفهم شويه او تفاهم، انه لا مجلس الاداره النهارده متواجد علشان بيحاول يدعم بكل الطرق. وانا قلت الكلام ده معاك يا احمد قبل كده، انه كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره في فتره من الفترات اللي فاتت لا وقف وانت بتتكلم كده افتكرت وانا هنا حضرت التاسعه، يعني وانا على شاشه الاهلي حضرت النجم التاسعه، وانا حضرت معاك العشرة وال11. لا بفتكر بقى انه بعد التاسعه العشرة العشرة يا اهلي، فاهم قصدي؟ يعني لسه طب ناخد يا جماعه الكلام ده قاله مستر موسيماني. خلي بالك ان الضغط العصبي والنفسي ده اثر عليه برضه، لان تصريحاته بعد ما راح على النادي الاهلي، انه من ضمن تصريحاته اللي كانت يعني تدينا وعي شويه او تفاهم شويه للموقف ده، انه يا جماعه انا وانا بحتفل بالتسعه في الملعب الجمهور بيطلب مني العشره قبل ما اخرج من الملعب. خلي بالك دي ضغوط نفسيه عصبيه كبيره جدا جدا، لازم الناس تفهم انه يعني صحيح لازم يكون في شويه صبر على الناس عشان تقدر تأدي صحيح. بشكل كبير. وبمناسبه الصبر، هل من الطبيعي والمنطقي ان احنا كمان نصبر كجمهور على مستر ريكاردو سواريش، ولا من الممكن انه يكون في التوقيت ده من الموضوعي والمنطقي ان انا اقيمه؟ هسمع ردك بس بعد الفاصل. حتى لو ليك بعض الملاحظات، خلينا نتفق انه اداء الاهلي في الفتره الاخيره الى حد كبير جدا في تحسن، يعني خلينا نقول انه الكيرف طالع، مش هو اللي احنا عايزينه او مش هو اللي احنا بنتمنى ان احنا نوصل له، وخصوصا انه طبعا طبعا جمهور النادي الاهلي حاطط عينه السنه الجايه مفترض على كل الالقاب، يعني انت رايح السنه الجايه لاهم حاجه لقب، تستعيد تاني لقب بطوله دوري الابطال، تقدر تحقق لقب الدوري ولقب الكاس، ده بالنسبه للجمهور الاهلي امر مفروغ منه. والاهم من ده انه السنه الجايه هي بدايه معالم النسخه اللي هتشارك في السوبر ليج ان شاء الله باذن الله، اللي هتبتدي في شهر اغسطس. فالقصه انه الكيرف ابتدى يطلع مع مستر سواريش، ويحسب ليه زي ما قلت لكم من شويه انه دفاعين الاهلي اتطور بشكل كبير جدا، سبع ماتشات ما استقبلناش ولا هدف. اداء الاهلي ملوش علاقه بالاجهاد، ما تحسش انه اللعيبه دي مجهده، لا في مجهود طول 90 دقيقه، في استحواذ، في سرعه استعاده الكوره، في الميس باس اتحسن بشكل كبير جدا. هو الحاجه الوحيده اللي ممكن نكون متفقين عليها ان احنا بنفتقد الخطوره، انت بتهاجم بس ما بتخربش ما بتعورش، ودي الحاجه اللي عليه ان هو يدور لها على اجابه بشكل كبير. والسؤال هنا كان لكابتن اشرف قبل الفاصل، كنت بسالك، في ناس كتير قوي من دلوقتي بدات تقول لك والله ريكاردو سواريش لا يصلح، ريكاردو سواريش هو بداية المشروع،
هل طبيعي انه اقيم مدير فني تولى المسؤوليه من 40-45 يوم؟ هل شايف انه خد الفرصه الكافيه انه يعبر عن امكانياته او قدراته؟ هل ظهرت من وجهه نظرك ليه بصمات ويستاهل انه يكمل معانا؟ هو اكيد طبعا هيكمل معانا على اقل تقدير، يعني بما انه الاداره اديته المساحه وقالت له كمل الموسم من غير اللعيبه الاساسيه. فهل شايف انه تقييمه دلوقتي منطقي وموضوعي ولا لا؟ شوف، انت قلت كلمه مهمه جدا جدا، وهي المشروع. مظبوط، المشروع ده محتاج اعداد وتخطيط، ترتيب البيت من بدايته، محتاج مدرب طموح، ودي كانت افكار مجلس الاداره لما تعاقد مع مستر سواريش. وده جزء مرتبط بكلامك، فكره انه يرمي بنفسه في التهلكه. يعني يجي في نص الموسم اكيد يعني هو لو مدير فني مش عايز كبير، اسم كبير، اعتقد ما كانش هيوافق بالشكل ده. هو قال لك انا مش هضيع وقت، انا هاجي اشوف اللعيبه دي، اشوف مين اللي ممكن يصلح مين ما يصلحش، ودخل في المعترض ده سريع، محتاجش ايه. يعني طيب، ظروف صعبه جدا، فتره احلال وتجديد، فتره مش هقول انتكاسات، ولكن يعني فتره صعبه جدا جدا في الموسم. اصابات كتيره جدا جدا، واللاعبين الاساسيين بعيد، انت مش قادر تطبق اي فكر عندك. خلينا متفقين انه حتى هذه اللحظه يعني مفيش يعني شكل معين، مفيش اداء بشكل كبير، مفيش بس حاجه ظاهره، بس الاهلي متماسك يا اشرف، ما عدا تنظيم الدفاع. انت كسبت الجون، افكرك باخر سبع ماتشات، ما عدا التنظيم الدفاعي. خلينا نتكلم في الدفاعي اتطور بشكل كبير، ما عدا التنظيم الدفاعي. ايوه، يعني دي الفكره اللي اشتغل عليها شويه، وعايز اقول لك انه من افضل الحاجات اللي اشتغل عليها، لانه انت لما بتبقى منظم دفاعيا بتقدر يعني تصنع الهجمات، تقدر على الاقل ما تخسرش نقاط، على الاقل تقدر يعني زي ما حصل في المباريات اللي فاتت بتقدر تفوز في مباريات كانت مهلهله جدا الفكره دي، او فكره التنظيم الدفاعي اللي موجود في النادي الاهلي، وكان بيدخل مرمانا اهداف كتيره جدا، اشتغل عليها بشكل جيد وقدر انه يحقق نتائج ايجابيه بيها. طيب، هل هيقدر يطور في ظل الظروف دي؟ انا شايف انه صعب جدا. انت بتعمل عمليه احلال وتجديد في اربع خمس لاعبين متواجدين، او ثلاث اربع لاعبين من الشباب اللي موجودين الحقيقه، يعني هنتكلم عنهم اكيد. القوام الرئيسي للنادي الاهلي من حارس المرمى للخط الامامي مش موجود في الفترات اللي فاتت او في المباريات اللي فاتت، فانت مش تقدر تشتغل ويظهر شغلك، خاصه انك بتلعب في المباريات الاخيره، اعتقد انها مباريات كؤوس بالنسبه لكل الفرق اللي بتواجهها. فرق كلها بتصارع على الهبوط، وفرق بتنافس على البطوله، وبالتالي انت كل مبارياتك اللي فاتت واللي جايه اعتقد كلها مباريات صعبه جدا 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 في مواجهه المنافس. هتقدر تطور؟ هتقدر تعمل ده في ظل كل الظروف دي؟ انا شايف انه هيكون صعب. شايف التقييم في نهايه الموسم افضل، لانه انت محتاج تشوف. اعتقد ان في رقابه شويه الفتره دي من مجلس اداره ومن الجهاز الاداري ومن بعض المسؤولين على لجنه الكره، يعني مش موجوده، ولكن الخبراء الموجودين في النادي الاهلي، في فكره انه مستر سواريش هيقدر الموسم القادم مع بعض التعاقدات الجديده وعوده المصابين وعوده القوام الرئيسي مع التدعيمات بالشباب، هيقدر انه يطور؟ هل فكره يعني هيتجاوب مع النادي الاهلي ويكون في تحقيق للنتائج ومعاوده لمنصات التتويج تاني ولا لا؟ انا شايف ان يعني مش دلوقتي، يعني في نهايه الموسم الاربع خمس مباريات المتبقيين. طيب، ولكن لازم يكون في تقييم في نهايه الموسم. أكيد، لاني شايف انه النادي الاهلي مش هقول اتزنق، ولكن يعني كان في مشروع بشكل معين او طريقه فكر معينه، يعني يمكن لغايه دلوقتي ما جابتش اثرها او ما حققناش اثرها شويه، يمكن في نهايه الموسم هيبتدي يقف شويه مجلس اداره على التقييم النهائي. واعتقد ان النادي الاهلي محتاج مع بدايه الموسم او في الفتره اللي جايه يكون في يعني من وجهه نظري مدير فني اقوى واكبر من كده شويه، عشان يقدر مع كل التدعيمات اللي هتبقى موجوده مع الاحلال والتجديد، لانها محتاجه فكر بشكل معين، يكون في حد موجود بشكل اقوى شويه. طيب، يبقى التقييم في نهايه الموسم. في نهايه الموسم، لا ادواته ولا ممكن يبقى موضوعي. صحيح، مستحيل. طيب، نيجي للتعاقدات. يعني انا كاهلاوي، واعتقد ان في اهلاويه كتير جدا معايا، نحلم بميركاتو زي بتاع البارسا، خيالي يعني زي بتاع البارسا كده. شفت البارسا عملت ايه السنه دي؟ صحيح، احنا بنحلم ده. وخليني اقول انه جزء كبير من فكره يعني ارتفاع سقف الاحلام والطموحات ده مرتبط كمان بانه الاهلي السنه دي عنده شركه متخصصه. صحيح، في اداره ملف كره القدم، كلها قامات كبيره الحقيقه طبعا،
بتتولى فيها المسؤوليه، فده لحد ما، وخصوصا كمان انه انا مش هقدر ابعد بالصوره دي عن صوره انه المنافسات اللي احنا مقبلين عليها او اللي احنا بنبتدي بيها الموسم اللي جاي هي بدايه مشروع هتروح بيه لمستويات منافسه مختلفه شويه عن اللي انت كنت بتلعب فيها قبل كده. وبالتاكيد كبار افريقيا عينهم كمان على بطوله بحجم السوبر ليج طبعا، وبالتالي هم كمان مش هيقفوا وبيتفرجوا، يعني كله هيسعى انه يدعم صفوفه بافضل وجه ممكن. فبالتالي انت محتاج النقله النوعيه دي اللي مش بس تتعافى منها او تتعافى بيها من الموسم الاخير ده، لكن تقدر كمان تبني عليها لسنين جايه. كاس عالم مفترض يعني الفيفا بيقول 24 فريق هيشاركوا فيه، بطولة سوبر ليج فيها برضو أعتقد 24 فريق من أفريقيا. فبالتالي حجم المنافسات كمان يقول أنه البداية لازم تبقى من الميركاتو قوية الجاي. جدا إيه اللي مطلوب من وجهة نظرك في الميركاتو الجاي؟ أسماء، صفقات، مدارس جديدة، يعني شايف الميركاتو إزاي؟ أو بدون حتى ما نتكلم على أسماء يعني لا، يعني وفي أسماء طرحت بشكل كبير موجودة في الفترة الأخيرة، ولكن رؤية مجلس إدارة مين لفت نظرك؟ طب بما انك انت متابع لفت نظري اكتر من اللعب، يعني حابب اشوف. انا متابع بشكل جيد للدوري المصري الفترات اللي فاتت او على الاقل الفترة الأخيرة، يعني في لاعبين مبشرين جدا جدا وبيلعبوا تحت ضغوط صحيح مش زي الموجودة في النادي الأهلي، ولكن لاعبين مبشرين جدا جدا مع تواجدهم في النادي الأهلي اعتقد هيكون في طفرة في مستوى. يعني لو بنتكلم عن ابراهيم عادل مثلا لاعب ام بي، بنتكلم عن ابراهيم عادل بيراميدز بيراميدز بنتكلم اعتقد احمد رفعت ماشي بشكل جيد جدا. ثبات المستوى، خلي بالك انك لما يكون عندك لاعب بتتابعه او عايز تتعاقد معاه، مفترض انك بتشوفه خلال موسم كامل عشان تشوف مستوياته فيه هبوط او تصاعد او مستواه ثابت. او أنا اللي أنا بكلمك عنهم أو الأسماء اللي أنا هقولها لك دلوقتي في ثبات في المستوى بشكل كبير جدا من خلال متابعتي للمباريات، وده بيديني انطباع إنه اللاعب ده في تواجده في النادي الأهلي تراهن عليه أراهن عليه كمان مستواه هيزيد عن ما هو موجود دلوقتي. نتكلم عن إبراهيم عادل، نتكلم عن أحمد رفعت، نتكلم عن يعني مشروع أعتقد لاعب مميز جدا جدا أحمد عاطف فيوتشر، تكلم عن محمد رضا بوبو من اللاعبين المميزين جدا 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 عن مستوى المهاري ومستوى التحرك ومستوى الوعي التكتيكي داخل الملعب. وسام جلال، احمد ياسين لاعب البنك الاهلي، جون ايبوكا لاعب ام بي المهاجم ام بي سنه صغير. خلي المحترفين الاجانب على جنب، هاجي لك في الاجانب عشان الاجانب دول قصه وحكايه وروايه طويله وعريضه، محتاج تدعم شويه. وان كانت من ضمن الاسماء المطروحه محمد حمدي لاعب ام بي ايضا من اللاعبين المميزين جدا، لاعب بيراميدز اسف، الشرقاوي برضو مصطفى الشرقاوي، هما الاثنين بيلبسوا ازرق فيمكن عشان كده. فالاسماء المطروحه يعني في اسماء منها الحقيقه تستحق الانضمام للنادي الاهلي لانه مستواهم ثابت ومستواهم مميز جدا. والحقيقه من بدايه الموسم متابع بشكل جيد لانه كنت محتاج اقف زي حلقه من حلقاتنا النهارده دي انه ابقى عارف الراجل ده وصل في نهايه الموسم او بنهايه الموسم 3-4 مباريات للمستوى الثابت ده خلال مبارياته وخلال ادائه في الموسم ولا لا. فالاسماء اللي انا اتكلمت عنها كلها الحقيقه مستوى ثابت خلال الموسم، مستوى مميز جدا جدا وتستحق الانضمام للنادي الاهلي. واكيد بالتاكيد في يعني لاعبين اجانب النادي الاهلي، يعني بلاش نذكر اسماء، ولكن من ضمن الـ 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 الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده اللاعبين الاجانب الفتره اللي جايه اعتقد في خط الهجوم وخط الوسط، وكمان انت محتاج خط تدعيم في خط الدفاع في الفتره اللي جايه. مين فيهم خطير؟ من الاسماء اللي قلتها، يعني انا كنت بقول دايما انه الاهلي طول عمره في 4-5 لعيبه مصادر خطوره بصرف النظر عن مراكزهم ايه في الملعب. بس لو 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 واحده منهم عطلت في 2-3 جنبها شغالين حلول، وبعدين لما يبقى عندك من اليمين ومن القلب ومن الشمال حلول انت تقدر تدك مهما كان حجم التكتل الدفاعي. انا ليه بسالك السؤال ده؟ لانه انا شايف انه الاهلي يعني شوف انت عندك غيابات قد ايه، وشوف احنا بقى لنا قد ايه بنتكلم في اجهاد، لكن من ماتش الجونه، جونه مصر مقصه، مقاولين، فاركو، اتحاد مصري ومقصه تاني امبارح، انت على طول رغم الغيابات والاجهاد ده انت على طول حاطط الخصم تحت السيطره. صحيح، قادر تفرض سيطرتك، يعني سيطره مباراه امبارح 80% او اكتر، يعني بس الفعاليه مش موجوده، يعني مش قادر تترجم السيطره دي
مش قادر تترجم السيطره دي للنتيجه بقى يعني صحيح. فاهم قصدي؟ فهنا عشان كده بسالك، الخطير مين الخطير من وجهه نظر اشرف ممدوح؟ يعني انا شايف انه يعني انت قلت لي خلي الاسماء بتاعه المحترفين شويه، ولكن انا احيانا متابع جون ايبوكا من فتره طويله واداؤه مميز جدا في الضغط. انت محتاج النوعيه دي من اللاعبين، يعني مهاجم فايتر عنده القوه والسرعه والضغط على المرمى من اقرب الاماكن، عنده حلول كتيره جدا. محتاج النوعيه دي من اللاعبين في الخط الامامي، افتقدناها شويه. يعني شريف في بدايته كان بالشكل ده، ولكن افتقدناها شويه مع الاجهاد والاصابات. شايف بوبو كمان من اللاعبين اللي بيقدروا يصنعوا الفارق، يعني محمد رضا بوبو من الاسماء اللي تقدر تصنع الفارق مع النادي الاهلي الفترات اللي جايه. لو فاكر مجدي قفشه كنا بنتكلم على انه محور اداء النادي الاهلي في فتره من الفترات نتيجه وعيه التكتيكي وتحركاته وادائه وتمريراته. محمد رضا بوبو من الاسماء اللي انا شايفها اللي عندها حلول كبيره جدا. احمد رفعت ايضا من الناس اللي عندها حلول كبيره جدا. مصطفى شلبي، انا اسف قلت عليه شلبي، مصطفى شلبي من الاسماء المميزه جدا. يعني احمد قندوسي برضو لاعب وفاق ستيف من الاسماء المطروحه، ويعني من اللاعبين المميزين جدا جدا. في اسماء كتير الحقيقه موجوده، ولكن احتياجاتك الحقيقه بتستدعي انك تدرس الامور بشكل جيد، وان يكون عندك السرعه في التحرك، لانه مش هتكلم على الانديه الاخرى وتعاقداتها، ولكن لانك محتاج بالفعل تدرس مين من الشباب هيبقى موجود، الشباب الصاعد اللي موجودين دلوقتي بشكل كبير. صحيح. مين الناس اللي هترحل، مين هجي لك للصاعد، بس يعني اختم من قصه التعاقدات دي انه احمد عاطف كمان من اللاعبين المبشرين جدا، تحركات كتيره جدا جدا. لو فاكر وليد ازارو كنا بنتكلم انه بيضيع اهداف كتيره جدا، ولكن مرهق جدا جدا لاي خط دفاع. وبالتالي احمد عاطف من الاسماء دي. انا وجهه نظري المتواضعه جدا طبعا، واعتقد ان جزء كبير من جماهير النادي الاهلي ممكن يبقى متفق معايا فيها، انت محتاج لميركاتو غير تقليدي. يعني كل سنه الاهلي بيعمل ميركاتو، السنه دي الحقيقه يعني ما حدش ينكر انه بدايه السنه دي شكل الفريق مع مستر موسيماني كان مختلف تماما. الاستمراريه يا احمد هي دي اللي بنتكلم عليها دايما. انا متفق معاك، يعني متفق معاك تماما، بس انا بقول انه احنا انت عارف في فتره من الفترات كده جت انديه الخليج طول عمره على فكره كان معاه فلوس، يعني القصه ما كانتش قصه ان فلوس وصرف، لكن في فتره من الفترات جت الانديه والدوريات الخليجيه عملت نقله نوعيه في كواليتي اللعيبه اللي بيجيبوها، لدرجه ان احنا بقينا نسمع اسماء جايه من اوروبا بتلعب في انديه. صحيح. يعني في مسابقات مع كامل الاحترام ليها يعني مش بقوه الدوري المصري ومش بشعبيه وجماهيريه الانديه هنا في مصر. صحيح. انا بشوف انه الاهلي عليه انه يبدا يعني يمشي في ده التوقيت المناسب جدا انك تمشي بقى في اتجاه ميركاتو غير تقليدي. كل سنه بتجيب لعيبه كويسه من الدوري، بيجيب اسماء محترفه من بره. انا بشوف انه السنه دي غير يعني ميركاتو مختلف. انا معاك، ولكن انت اللاعبين اللي اتكلمنا عنهم دول برزوا بشكل كبير جدا جدا وفرقوا كتير جدا جدا مع فرقهم. التدعيمات من الافارقه او من يعني امريكا اللاتينيه مثلا، امريكا اللاتينيه مثلا، لو اتكلمنا عن اللاعب البرازيلي اللي بيتابعوا النادي الاهلي دلوقتي، يعني اسماء يعني السي في قوي جدا، الحاجات اللي بنشوفها قويه جدا. على فكره، ولكن على فكره يعني بشوف سوق امريكا اللاتينيه ده اشرف سوق واعد جدا، واعد جدا، ولكن نجاحاته عندنا ما ظهرتش بشكل كبير. يعني لو اتكلمنا عن كينو مثلا، لو فاكره اللي كان كينو في كان بيراميدز، كان حاجه مختلفه تماما، ما لهوش غبار زي ما بيقولوا. يعني واحد من الاسماء اللي يعني الحقيقه نجحت بشكل كبير جدا جدا. ولكن الضغوط اللي هنا وطريقه المباريات والملاعب ويعني شايف انها فيها صعوبه شويه بالنسبه لهم، ولكن اتمنى يعني انه التكيف، فكره التكيف يعني، لان تكيف اللاعب مع الدوري اللي هيلعب فيه مهم جدا جدا، او المكان اللي هيلعب فيه مهم جدا جدا، انه يكون عنده يعني انت تدي منتاليتي شويه الكواليتي الافريقي. انا شايف الافريقي اكتر شويه من امريكا اللاتينيه. انا شايفه وجهه نظر محترمه جدا وانجح.
بدليل ان معظم الافارقه اللي تواجدوا في مصر خلال السنوات اللي فاتت كلها يعني بنسبه كبيره جدا جدا نجحت، التجارب نجحت كبيره جدا، ولانه طموحاته كمان يعني بتبقى مرحله، يعني احنا في مصر هنا بتبقى مرحله، فبيبذل اقصى مجهود عنده عشان يقدر يعني ينتقل لدوريات اكبر او افضل في اوروبا، فبيبقى طموحه افضل واكبر. يعني اللي جاي من امريكا اللاتينيه شويه شايف ان هو يعني اعتقد ان تفكيره داون جريد بينزل. يعني فطموحاته كمان مش تبقى بالشكل المطلوب يعني. فانا شايف ان الافارقه يعني التدوير فيهم بشكل كبير ومتابعتهم في الفترات اللي جايه هيكون افضل بكتير جدا من امريكا اللاتينيه. قلت انه لو كيرف الاهلي في بدايه الموسم استمر على ما هو عليه كانت هتبقى فرصة ظهور سكواد الأهلي اللي بنشوفه في الماتشات دلوقتي إلى حد ما صعبة. في ناس كتير قعدت الحقيقة مستنية الفرصة، وخصوصا في فترة تولي مستر موسيماني يعني الدنيا ما كانتش فيه أحسن أحوالها بالنسبة لهم. النهاردة ابتدينا نشوف تولي على طول موجود في الملعب، محمد محمود. أنا بقول أسماء اللي أنا قلت حتى في بداية الحلقة إن هم قماشة الأهلي. يعني أنا متولي من اللعيبة اللي بتعجبني جدا، ومحمد محمود كلاعيبة كورة كان محتاج انه يلعب بس يعني بس بالظبط كده، محتاج متولي ومحمود الاثنين تحديدا الاستمراريه وثبات الفرصه يعني. فبالتالي دول بقوا موجودين، لعيبه شباب طلعت بقت موجوده بشكل اساسي وبتاخد وبتنزل ماتشات. مين من وجهه نظرك استغل الفرصه دي، الفرصه اللي كانت ممكن تبقى صعبه قوي انها تيجي وجت على طبق من ذهب زي ما يعني من الاسماء اللي انت قلتها دلوقتي، اسماء كانت بعيده جدا جدا نتيجه اصابات كتيره وفترات طويله، وخلي بالك لما بيكون في اصابه لفترات طويله جدا بيبقى صعب جدا الرجوع للمستوى الا مع استمراريه اللعب، وده كان في صعوبه كبيره جدا وقت مستر موسيماني، يعني بتلعب في بطولات كبيره وبتحقق نتائج، فكان صعب دخول اللاعبين بشكل كبير يعني. يعني محمد محمود اعتقد ابتدى يرجع لمستواه بشكل كبير، متولي انا شايف انه من مباراه لاخرى بيتطور وبيرجع لمستواه الطبيعي، رامي كنت شايف انه بعيد وابتدى يرجع لجزء من مستواه، الشباب يعني الحقيقه ابهروني بالثقه اللي موجوده، لانه مش بس مستواك الفني وادائك داخل الملعب، لا ثقتك في نفسك في حد منهم تقدر تراهن على انه مثلا السنه الجايه يقدر يحجز مكان اساسي لو في السكواد؟ لو 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 طور من ادائه وقناعات المدير الفني، خلي بالك قناعه المدير الفني بلاعب بتدي له ثقه غير طبيعيه لو عنده الامكانيات، يعني زياد طارق مثلا من ضمن الاسماء اللي انا براهن عليها انه ممكن يبقى ليه مكان الموسم القادم، ولكن لو المدير الفني عنده القناعات دي ويقدر يديه مباريات كتير. احمد سيد غريب خامه جيده جدا، تحركاته كتير، بيلعب بدماغه كويس، ودي مفتقدينها شويه في رؤوس الحربه في الفترات اللي فاتت. في محمد اشرف، محمد فخري، وميدو نبيل، اسماء الحقيقه يعني اللي يعجبني فيهم اكتر او مش ادائهم بس، ولكن الثقه اللي موجوده عندهم وطموحاتهم انهم بيبقوا موجودين في النادي الاهلي في الفترات اللي جايه. كنت دايما براهن انه او بقول انه مع السكواد اللي موجود في النادي الاهلي في السنين اللي فاتت صعب جدا جدا تواجد اي من اللاعبين الناشئين الا لو كان يعني فلته زي ما بنقول، لانه القام الرئيسي موجود وانت بتحقق بطولات، فصعب جدا انك تدخل مجموعه من الناشئين، فكانت فكره الاعارات افضل فكره لانك بتدي له فرصه انه يلعب ويشارك وممكن تستعيده بعد كده. مين من اعارات الاهلي يستحق انه يتم التفكير في عودته بدايه من الموسم اللي جاي بناء على مستويات الاداء اللي انت شفتها يعني منهم؟ شايف ابرزهم ندفت الحقيقه، ندفت الحقيقه يعني انا الحقيقه فوجئت بادائه لانه كان بعيد جدا جدا ورجع على فترات وكان مستواه الحقيقه بعيد جدا، ولكن لما شارك بشكل اساسي مستواه ارتفع بشكل كبير جدا ويستحق طبعا العوده للنادي الاهلي. المطلوب من مستر ريكاردو سواريز في المرحله المتبقيه من هذا الموسم يعني عشان يطلق عليه موسم ناجح بالنسبه لسواريز، فنش الموسم بشكل ناجح يعني، الموسم يعني مش الموسم نفسه، هو فنش الموسم ده بشكل بالنسبه ناجح. له بالنسبه للجمهور بالتاكيد تحقيق بطوله يعني بالنسبه للجمهور وتحقيق بطوله، بالنسبه لي انا شخصيا انا اتمنى طبعا من البطوله، اتمنى تحقيق بطوله طبعا كرة. ولكن كرة. النهارده لو عندي انا طلعت من مجموعه الشباب اللي موجود في النادي الاهلي النهارده بثلاث اربع لاعبين يقدروا يكونوا معايا في القوام الرئيسي في النادي الاهلي الموسم القادم، يبقى ده نجاح لمستر سواريز. لو قدرت اطور، انا قدرت اطور شويه المنظومه الدفاعيه في النادي الاهلي، لو قدرت الاقي حلول
في الخط الهجومي للاختراقات بعد الاستحواذ اللي بنشوفه في معظم المباريات. انا امبارح كنت بشوف تقسيمه يعني في مباراه مصر المقاصه امبارح كنت شفت تقسيمه النادي الاهلي ومصر المقاصه يعني تقسيمه من طرف واحد، انت بتهاجم 80% من مباراه وفرقه مصر المقاصه بتدافع بنسبه 100%، وبالتالي لو قدرت تجد الحلول لده سواء اختراقات بقى من العمق او من الاطراف او اعتقد ان دي هتكون من ضمن نجاحات مستر سواريش. يعني لو قدر طبعا بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد زي ما اتكلمنا عن محمد محمود ومتولي و يقدر يرجع بمستوى مره ثانيه اعتقد ده هيكون من ضمن نجاحاته برضه. نورت الدنيا وسعداء بوجودك زي ما اتعودنا دايما في السادسه، بشكرك شكرا جزيلا كابتن اشرف. بشكرك جدا احمد معنا. وكل التوفيق للنادي الاهلي الفتره اللي جايه رجاء بس صبرا من جمهور النادي الاهلي، القسوه الزياده هتفقدنا حاجات كتير، انتوا دايما الدعم الاول والاخير، نتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي الفتره الجايه. ما عنديش شك في اللحظه اللي الاهلي هيحتاج فيها جمهوره تأكيد. هيلاقيه واقف وناسي كل الحسابات وناسي كل حاجه، واقف في ظهر نادي اعظم نادي في الكون زي ما جمهور الاهلي اطلق عليه. وبكره ان شاء الله هيكون لنا لقاء يمكن نفرد فيه مساحه اكبر لمباراه ايسترن كومباني. بشكر حضراتكم على المتابعه وان شاء الله على كل خير نتقابل بكره على شاشه الاهلي في السادسه.